السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان المراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة، يعني بمكونات بسيطة جدا جدا. هنحتاج حبايبي، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم المكونات وبعد كده اهوت يعني ان شاء الله كده هسيب لكم المكونات ديت في صندوق الوصف يعني اللي حابة تصورها سكرين ولا حاجة. بس كده. فنبدأ بقى حبايبي. هنحتاج لثلاث معالق كبيرة من الطحينة، وهنحتاج لنص معلقة كبيرة يعني من عصير الليمون. ممكن لو انت حابة تقللي، ممكن برضو لو مش حابة يعني الليمون يبقى فيها جامد، ممكن تقللي يبقى خليها نص معلقة صغيرة. هنحتاج لخمس معالق كده كبيرة من المية. ممكن برضو المية تحتاجي على حسب برضو ايه ما تيجي تعمليها. برضو هنحتاج برضو ملح حسب الرغبة، وهنحتاج 2 معلقة، 2 عود، 2 عود بصل أخضر كده يكون متقطعين، وهنحتاج يعني طماطمية كده متوسطة ورشة كمون. هنيجي بقى حبايبي في الطريقة. هتبدأي ان انت هتجيبي طبق غويط وبتحطي فيه بقى عصير الليمون مع الطحينة وبتقلبيهم مع بعض بالمعلقة، وبعد كده بتبدأي ان انت بتضيفي عليهم المية واحدة واحدة، وبعد يعني لحد ما يعني ما يبقى القوام معاكي، يعني يبقى القوام معاكي مش خفيف ولا تقيل، لا يعني يبقى القوام وسط كده يعني. فبعد كده هوت بتبداي بعد كده اللي انت بتقطعي بقى اللي هو طبعا تكون انت مقطعه الحاجات ديت ايه تكون جاهزه معاكي، يكون البصل الاخضر متقطع معاكي مغسول ومتقطع، تبداي اللي انت تضيفيه بقى على يعني على صلصه الطحينه، والطماطم برضو تكون متقطعه هتبداي برضو اللي انت بتضيفيها، وبتقلبيهم بقى مع بعض، ويعني بتحطي بقى الملح، رشه الملح والكمون. طبعا لما تيجي تحطي الملح تحطي بقى الملح دوت يعني اخر حاجة، يعني لما تيجي تقدميها ساعة ما تقدميها مع اي وجبة انت مثلا بتقدميها، الملح والكمون يعني تحطي الملح اخر حاجة عشان فيها طماطم، وطبعا ما الطماطم ما تتبلش كده يعني ايه في قلب صلصة الطحينة، فيفضل الملح ده ساعة التقديم بالظبط. بعد كده هوت بتقدميها وبألف هنا. طبعا لو انت حابة تزودي فيها يعني سنة كده من الشطة ولا حاجة، عايزة تزودي فيها برضو رشة فلفل اسمر ولا حاجة، يعني دي كلها اضافات على حسب ما انت عايزة ممكن ايه تزودي. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد بقدمه في القناه اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.